صباحكم بالخير. اليوم الجمعة 8 حزيران يونيو، يوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الحمل، وتحسنت الأجواء جدا عند الأبراج النارية مواليد برج الحمل أكيد، الأسد وكذلك مواليد برج القوس. هيدا الجو مكمل معنا أيضا لبكرة، فكيف رح بيكون نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل كل شيء تقريبا عم تفكر او كنت عم تفكر انك تحقق او تشتغل عليه وتنفذه، اليوم فيني اقول لك انه صار في مجال انك تبلش، حان الوقت لحتى تطبق الامور اللي حطيتها على ورقه او اللي عم تفكر فيها، فما بقى تاجل، ما عاد في لزوم تاجل، بالعكس تماما الامور منها لحالها رح تدفشك لحتى تبلش ببعض الخطوات. وفي احتمال انه مساله كمان كانت مخبايه مش ظابطه او معرقله، في احتمال انه تتحلحل بهيدا اليومين. بتبقى المواليد بعتبرها اكثر حظا من غيرها، هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. الجو اليوم عند مولود برج الثور بطيء لدرجة انه ما رح يعطيك حقك، بالعكس يمكن ياخد منك، يمكن ياخد منك، فبدك تنتبه اليوم حتى من محتالين، بدك تنتبه من التباسات، بدك تنتبه من اخطاء بتصير خاصة اذا عندك امتحانات، بدك تنتبه لبعض الامور يلي بتشربكك، يلي بتخليك تكون مشوش بافكارك، بتفكر انه انت ايش على الامور مثل ما هي صحيحه، لكن بيطلع بالنتيجه انه اوف ليش ما انتبهت، ليش ما قريت مره ثانيه، ليش ما دققت. فهيدا نهار حلو انه ينشغل فيه على امور كثير 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 سهله، ما بدها تشغيل لا راس ولا حتى جسديا التعب حالك. الاكثر تعبا اليوم هو 21 و22 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء هيدا نهار ديناميكي فعلا، هيدا نهار تتحرك فيه الامور من تحت لفوق، بتغلي غليان بطريقه ايجابيه، هيدا نهار تلفت فيه الانظار لطاقاتك الاداريه التنظيميه. هلا مولود برج الجوزاء من الابراج اللي بحاجه انها تنظم حالها افكارها وطاقتها لحتى تبرز في المجال الاداري. هيدي نقطة ضعف عندك، تشتيت الأفكار، فاليوم نهار مطلوب منك إذا بدك تبين وتبرز بشكل قيادي او ريادي بدك تحصر هالطاقات اللي عندك اياها، نهار ممتاز لذلك. الانشط يلي ما بيهدى بالتاكيد اليوم هو مولود شهر ايار مايو. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان اليوم نهار انا فلكيا بعتبره نهار مشربك، غير مناسب لحتى يكون مولود برج السرطان حاطط حاله في مواقف محرجه، لانه الجو العام منه داعم، منه داعم، بدك تدور على أشخاص الجو عنده إيجابي وفي عنده حظ لحتى يوقفوا لجنبك، منك لحالك هيدا نهار متعب مزعج وهيدا نهار مكلف إذا ارتكبت أخطاء. من الأيام الصعبة فكون منتبه، فتح عينيك ودينيك كتير منيح. الأكثر تعبا هو 29 و30 حزيران يونيو، يلي عندهم حظ اليوم خليني اذكرهم هني مواليد 17 ل19 تموز. بنتقل لبرج الاسد. مولود برج الاسد اليوم انت نجم من هالنجوم الحلوه المضوايه بهيدا النهار، فاذا فكر انه اليوم تروح اجازه بقول لك ارجع على الشغل، ارجع على المدرسه، ارجع لمواعيدك، لانه اليوم نهار انت شخص تتالق، ف دعانه هيدا النهار يمرق وانت ما عم تعمل في شيء. حتى لو في عندك قصه صعبه جرب ولنه على التليفون تزبطها، لانه اليوم كل شيء تقريبا بيزبط. حتى ولو تشعر انه في معاكسه بدربك 29 ل 31 تموز يوليو، انت بتقدر تسيطر عليها وبتقدر تتجنب الوقوع ضحيه الانفعالات. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء اليوم النهار اول شيء اريح من امبارح، خلينا نبلش من الاخر، اليوم اريح من امبارح، اريح من اول امبارح، ما معناتها انه واو فتحت بوجهنا. اليوم النهار هو اذا مشيت على الطريق الصحيحه، لانه امبارح اول امبارح ما ضل شيء مزبوط، ان كانت عصبت، كنت نرفزت، ان كانت الناس هي اللي تحدثك، هي الناس اللي حطت اسئله تساؤلات تجاهك. اليوم إذا أنت مشيت على الأصول حسب العرف شو هو، وبالتالي بدك يكون معك حدا عم تستشيره لتشوف إذا ماشي مزبوط، عندئذ وفقط عندئذ اليوم تقدر أنت تحقق تقدم ونجاح. نهار جيد لا بأس به، لكن مش على طبق
من فضة، في متابعة دقيقة للأعمال، ويمكن تضطر أنك تشتغل مع شخص خصم لإلك أو منافس لإلك. الأكثر حظا بالرغم من هالجو 14-15 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان الشمس دعمتك 100%، الشمس هي فتحة أبواب السفر، التجارب الحلوة المختلفة يلي عم تعطيك حظوظ قد ما بدك، ومن جهة تانية القمر هو اللي عم بيعاكسك، فبدك تشوف انه هالطريقة اللي عم تتعامل فيها مع الجو من حولك هو يلي بيأثر توصل للنجاح ولا من ايدك. فهل من ايدك اليوم هي تعمل الفرق، يا بتنجح يا من ايدك انت بتسبب خلاف او مشكل وبتضيع الفرصة. الاكثر حظا بالرغم من هيدا الجو 15-18 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب دخلت بمرحلة الشغل، الركض، المساعي، ترقيع الأمور، ويمكن حتى في احتمال أنه تنضم إلى شخص أو جهة معينة لأنك بتعرف وحاسس أنه إذا ما كنت مع شخص قوي يمكن ما تقدر تخلص هالأسبوع بنجاح كامل. اليوم هو نهار طويل بالنسبة لك، نهار طويل، يمكن انت بإجازة منك بإجازة بس نهار طويل، يمكن يكون متعب حتى جسديا، فنظم وقتك، نظم طاقتك وشغلك. الأكثر تعبا 24-25 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. مولود برج القوس انت ناطر هيدا النهار مناطرة لحتى كل هالأسبوع يقلب أو تاخد شي حلو بهذا الأسبوع. اليوم وبكرة هن أفضل يومين بكل هالأسبوع من التنين لحتى الأحد، اليوم وبكرة. فشو في شي بعد لازم تشتغل عليه وما اشتغلت عليه، سواء أمور اجتماعية عائلية. اليوم نهار كتير حلو بتقرب في المصالحة، هالتسوي وترتيب بعض الأمور، الاعتذار إذا بدك. اليوم في راحة بال وفي طمأنينة، وأيضا في ربح كتير مهم، مكسب لإلك. هنالك بعض التوترات يلي بتمرق ومعقولة تأثر على مواليد 14-16 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي هيدا النهار هو يوم مناسب لحتى يا أما تكون قاعد بالمكتب نهتم بأمورك الخاصة وما عم تتدخل بشؤون حدا، لأنه هيدا نهار أصلا قاعد على أعصابك من الصبح، يمكن تعبان، يمكن مريض، يمكن ما رحت حتى على الشغل، يمكن ما رايح على المدرسة، لكن إذا عندك شيء مهم، إذا عندك امتحان، إذا عندك تقديم، إذا عندك كل هالأمور بدك تراعي ظروفك وبدك ما تتمارض. يعني يمكن أنت مريض مزبوط لكن لازم تقوي حالك، تشد حالك شوي. نهار متعب من أوله لآخره، نهار متعب كان جسديا أو حتى عائليا أو حتى يمكن صحيا، فكون حذر، نظم وقتك وطاقتك. الأكثر تعبا 29-30 ديسمبر، 11-12-13 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اسم الله عليك، اليوم مولود برج الدلو ما بيهدى، الأفكار اللي عندك إياها، الطاقة اللي عندك إياها جرارة، يعني بتجر الناس وراك، مواكب بتمشي وراك. أجواء ممتازة اليوم عند مولود برج الدلو، ما في شيء بيصعب عليك، ما في شيء مستحيل، ما في شيء. اليوم أنت الشخص يلي عم بيحرك الأمور، سواء بالبيت مع أخواتك مع عائلتك، سواء كنت بالشغل، سواء بحياتكم الاجتماعية. اليوم النهار من الأيام يلي فعلا الناس بتنظر لإلك والناس بتركض صوبك، لأنه عندك هالطاقة يلي كلها فقاقيع، بابلي بيوتيفول، كتير حلوة، فايبس كتير حلوة من حولك. نهار ممتاز لتحكي، لتفسر، لتزور ولتسترد حقك، لكن ضلك حذر. 26-28 كانون الثاني يناير، هالطاقة الكبيرة ما تخليها تدشك لحتى تكون متسرع متهور في الكلام أو بالسواقة. بنتقل لبرج الحوت. مصاريف العلاقة بالبيت، العلاقة بالمنزل، يمكن العائلة، حدا من البيت، من أهلك، من أخواتك، من أولادك بحاجة لمساعدتك، يمكن أنت تكون بحاجة لألون مساعدة معنوية أو مالية. نهار منه سلبي، منه سلبي، لكن بدك تاخذ بالاعتبار اليوم الخط خطين رايح وجاي، مساعده رايحه، خدمه رايحه، خدمه جايه. الاكثر حظا 5-6 15-16 اذار مارس.
بختم مع مولود اليوم. مولود اليوم بانتظاره سنة رح بتكون مكافئة لإلك أكثر، بتكافيك أكثر إذا أنت حطيت حالك ضمن مجموعات كبيرة. يعني هيدي السنة مش لحتى تكون عم تشتغل لحالك، هيدي السنة هي لحتى تكون ضمن مجموعة، ضمن مؤسسة، ضمن حتى نوادي معينة. نجمك يتألق أكثر كل ما كنت مع الناس، لأنه يمكن هالمجموعة هي تساعدك أو تبعت الضوء لإلك. حزيران، يونيو، أكتوبر، شباط، فبراير هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. Thank you, Carmen. Break ومنرجع مع هادية.